دلوقتي اوزو ده لاعب مغمور وجاي يتعاقد معاك، انت مدرب كبير او مدير نادي كبير، اتفضل. مساء الخير، ازيك يا كوتش، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انت كنت تلعب فين قبل كده؟ انا كنت بلعب بصراحه فوداني بصراحه، بس انت جاي تهزر؟ لا والله يا فندم، انا بس بقول لحضرتك انا الصيد، انا ما لعبتش في اي نادي بصراحه، انا جاي العب مع حضرتك. هتلعب ايه معايا؟ انت عارف انا بلعب ايه؟ مش عارف، هم بيقولوا حاجه مدوره كره سرعه يعني، وانا حاسس انك بطيء قوي. الكره بتجري وانا بجري جنبيها حضرتك يعني، ولا اللي هي اللي بتلف دي عارفها؟ بتلف على مين يا فندم؟ بتلف على انا؟ لا انت جاي تهزر فعلا. مروه شوفي، هات قلت لك ما تتكلمش، انا مديرة اعماله. ايوه يا فندم، هي مديرة اعماله. انت خليك في الكوره يا راجل، انت خليك في الكوره. مش عارف تعرفي ايه عن كره السرعه غير الكوره الابيض في اسود؟ ايوه كره السرعه دي اللي هي شادر وفردت صدرك ودخلت على الراجل كده، عصايه كده وبتلف وبتفضل تجري وراها. ده مضرب البيض يا بنت، في ايه ده؟ هي دي. خليك في كره القدم. المهم انا موافق ان انا هاخدكم انتوا الاثنين، بس كل واحد في فريق. كل واحد في فريق. حضرتك دي مديريه اعمالي حضرتك يا فندم، انا اللاعب. لا انا اكتشفت. انا موافقه. انت موافق ايه؟ هتدينا كام في اللعبه ولا في الموسم؟ هي باللعبه ولا الموسم؟ هو ده موسم. طيب كده وراء كده وراء خلاص. في نقطه، في يعني مثلا النهارده الصبح احنا كنا في ايه، في المؤتمر الصحفي. احنا في لعبة عندنا اسمها المؤتمر الصحفي. اوكي تمام تمام. في لعب اللي جوه يعني اللي احنا ما بنبقاش ما بنبقاش عارفين، الجمهور اللي عارف. طب ما تيجي نلعب لعبه المؤتمر الصحفي النهارده؟ لا دي صعبه جدا. ليه دي صعبه جدا؟ عشان محتاجه حد من بره يكون عارف مثلا. دي لعبه تبقى انا ما اعرفش شخصيتي له. من خلال الاسئله اللي حضراتكم بتقولوها بعرف شخصيتي. فيعني الموضوع عامل يعني مبني يعني على فكره ايه، اللي هو مثلا لازم ترمي لي كعب، ولازم تيجي حاجات معقده يعني، مش حاجه واحده بس. يعني لاعب كره قدم يعني رجله اتكسرت، وبعد ما رجله اتكسرت ابوه دخل لعب، فهو بيعتذر في مؤتمر صحفي عن اللي حصل ده. فانا مفروض ان انا طالع ببدا المؤتمر الصحفي وانا يعني كل حماس ومش عارف هو مين، فكل شويه اعرف معلومه تمام فانسج منها بقى. فالاول ابدا عادي جدا، ممكن اطلع واحده ست يعني مثلا راقصه تعتزل وبعد 60 سنه ترجع للرقص تاني، فاقول يا جماعه انا يعني يا جماعه انا فعلا سعيد جدا ان انا جمعتكم النهارده. فجاه واحد يقول هو انت عامله ايه؟ فاقول له الحمد لله كويس. لازم اتعامل مع الموقف في ساعتها، ما ينفعش حتى ان مثلا ان انا يعني اضيع ثانيه واحده من غير ما ايه ما اخد فيها معلومه، يعني من المعلومات اللي باخدها بنسج الموضوع. حلو قوي، جميل. طيب مروه، انت متجوزه الاستاذ سامح ودخلتي اوضه النوم لقيتي مدرب؟ لا ما انا عارف، انا عارف انك انت مدرب. لا 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 انا جاي غلط ولا ايه؟ اللي عملته في الناس هنعمله فيك يا سامح. انت متجوزه الاستاذ سامح ودخلتي اوضه النوم لقيته، ايوه حبيبتي، ايوه طبعا بحبك، انت مش مصدقاني ولا ايه؟ طب مش فاكره امبارح؟ انطلقوا. طب ما انا هقول لك على حاجه، ما انت بترتجل. طيب ارتجلت كذا مره. مروه انا بقلب من بره، انت دخلت على ايه ده اللي احنا نعمله في الناس؟ ايوه اتكلم بقى في التليفون وقول اللي انت قلته ده. يلا يا مروه، انت سمعتيني بقى. لا يلا، انا شايفه الموضوع وريني بقى بتحب ازاي. ايوه رشا. رشا ايه؟ لا طبعا بحبك. رشا دي اكيد المدام. رشا دي بلد المدام. يلا انطلقي بقى. تعمل ايه يا حبيبي؟ ايه ده، بكلم واحد صاحبي. صاحبك ولا شغل؟ لا صاحبي. انا افتكرته شغل. لا صاحبي بدلعه، بقول له يا رشا. ما شاء الله، ده جديد عندكم في الشركه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا رشا جاركم من فوق، اهلا وسهلا. انت رشا؟ يا فندم. هتلعبوا برضو استيميشن وهتبوظوا الموضوع وشاي وقهوه وكلام من ده؟ هي خشيتنا تاني في التليفون. انت اخي مش ايه، ما بتصدقش هي بتلاقيني بكلمك. البت اتصلت بيا بتقول لك كلمها بعد الساعه 12. يا فندم انا بسمع كويس على فكره. ايه؟ لا يا فندم بسمع كويس. بعد الساعه 12 يكلمها الميتنج. طب دلوقتي الساعه 12 يا فندم، دلوقتي الساعه 12 رقم رشا. بنلعب كره سرعه. رقم رشا الايه؟ دلوقتي الساعه 12:05 المفروض تكلمها وهي موجوده. اكلم مين؟ رشا.
رشا مين ومروه موجوده يلا. على فكره ده بيحصل في البرنامج والله فجاه سامح بيزود لنا يلا كلمه ادوني فرصه ان انا اقلب حاجه. لا يبقى انا ما ينفعش بس ادي رقم رشا انا قلت الموضوع ده بس اللي هيكتشفوني بس لا ماليش فيه ماليش فيه انا ممكن يعني لو اتدربت سنه مره سنه سنه يجي مني طيب.